حسن العيدوس الى بغداد منجح داخل منطقة الجزاء امامية. الله 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 الله, الله. الزين يكمل بحضرة الزعيم. كل شيء حلو كل شيء حلو من يقول الزين ما يكمل حلا. كل شيء فيك سداوي مكتمل. الله 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 الله, الله. يا سيمفونية الإبداع هذه المرة. شوف بغداد إلى أكرم إلى بغداد. لا 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 على أنغام بيتافن على أنغام بيتافن يسجل الزعيم وبسيمفونيته الرائعة دوميري فاصل. ملعوبة المحاولة ليوسف العربي. هدف في العادة هدف في العادة يأتي بأقدام يوسف العربي. الرد على بنجاح ويسجل التعادل الآن. يسجل التعادل في كرة جاءت بغاية الروعة بغاية الروعة. مزيان يا يوسف. لا والله مزيان بزاف. شوف الكرة الماضية من مواطنة من مواطنة المهدي بن عطية. شوف الاستلام. الله الله الله, الله. بومبر خفيفة تأتي بالقدم اليسرى قوية في مرمى بأن علي عفيف في اللقطة. لا 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 ركلة جزاء ركلة جزاء. هذه الكرة وهنا التدخل وهنا المرور. ركلة جزاء واضحة ومستحقة للاعب اللي هو علي عفيف بعد التوغل. الرجل الذي دائما ما يحدث الفارق بعد نزوله إلى أرضية الملعب ودائما ما يكون في الموال. يوسف العربي أو من يوسف العربي في مواجهة سعد. يوسف جوله. بالعربي يوسف يؤجل حسم الدوري ويشعل الأسبوعين المتبقيين ويقلص الفارق إلى نقطة. يقلص الفارق إلى نقطة ويسجل هدف رقم 25 في الزاوية الصعبة. راح لها السعد طالت على من أجل إعادة الفارق إلى 4 نقاط. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا خطيرة. جول لأنه الزعيم لا يفرط في فارق النقاط الأربعة. لأنه الزعيم يبحث عن الحسم. لأنه الزعيم كرة القدم تحب كرة القدم تحب. ياسر يسجل في مرمى فريقه عن طريق الخطأ ليعيد الأمور إلى نتيجة التعادل الآن. وتنتهي المباراة بصافرة عبد الرحمن الجاسم.